قبل ما ادخل في التفاصيل الفنيه المتعلقه باستعداد الاهلي لمباراه شباب بروزداد، عايز اقول لامام عاشور نجم خط وسط منتخبنا الوطني والنادي الاهلي الف مليون سلام عليك. يمكن لاحظنا كده في بعض الصور والفيديوهات المتعلقه بتدريبات الاهلي خلال الايام الماضيه، بالتاكيد تركيب يعني واقي كده للراس عشان ما يكونش فيه اي اصطدامات او صدمات يعني ممكن تؤثر عليه في التدريبات، في ظل ان كلنا عارفين ان اصابه امام عاشور اللي ابعدته عن استكمال المشوار مع منتخبنا الوطني حصلت كده في فقره ترفيهيه كانت في احدى التدريبات لمنتخبنا الوطني قبل مباراه الكونغو الديمقراطيه وكمان اخر مباراه في دور المجموعات امام الراس الاخضر. الف مليون سلام على امام، يمكن شايفين الصوره اهي، وبالتاكيد كان في بروتوكول طبي اتطبق في الفتره الاخيره وده معروف، ويعني ده اي حد بيتعرض لهذا او لهذه الاصابه من فكره انك لو جالك ارتجاج في المخ لازم تبعد شويه عن المباريات والتدريبات حوالي 6 ايام، وده بروتوكول الفيفا والكاف طبقه في كاس الامم. ولكن عقب العوده للقاهره استمرارا بالتاكيد لمتابعه حاله اللاعب كان ضروري جدا ان هو يرتدي هذا الواقي في التدريبات استعدادا للمباريات الفتره اللي جايه. على فكره لفت انتباهي حاجه حصلت في الايام الاخيره ويمكن يعني عملت ردود فعل سلبية في السوشيال ميديا والجماهير بشكل عام، مش جماهير النادي الأهلي بس على فكرة، لا الجماهير بشكل عام كانت زعلانة من معلق للأسف، وأنا بقول للأسف لأن هو المفروض معلق مصري لازم لما يتكلم عن لاعب مصري قبل ما يكون لاعب في النادي الأهلي يراعي تفاصيل كتيرة وهو بيتكلم، يراعي تفاصيل كتيرة وهو بيتكلم، خاصة لما تكون خلاص بقى يعني أنت عندك تاريخ وعمر طويل جدا جدا جدا، فالهفوات اللي زي دي ممكن تعملها عيال صغيرة على السوشيال ميديا، عيال صغيرة على السوشيال ميديا مش ناس كبيرة، مش ناس عاقلة، مش ناس عارفة هي بتعلق فين وبتعلق على إيه وبتقول إيه. فكرة إن يطلع معلق في مباراة كلنا كنا بنستمتع بيها على فكرة وبنتفرج على الدوري السعودي وبنستمتع بالدوري السعودي ومبسوطين بالحالة اللي موجودة في الدوري السعودي على فكرة، والناس في السعودية بينبسطوا أكتر لما بتيجي الفرق المصرية تلعب في المملكة العربية السعودية، أنا شفت ده بنفسي لما كنت متواجد في كأس العالم للأندية. ولكن للأسف في البعض هنا، وده مش عارف دي طبيعة هذا المعلق إن هو دايما بيحب يبقى ترند، ولكن بيبقى ترند بطريقة، عارفين المثل أو الجملة اللي بتتقال كل إناء كل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه، دايما تعليقاته وأساليبه وتصريحاته وكلامه عن لاعب في النادي الأهلي أو عن الكرة المصرية بشكل عام بتبقى في هذه الجملة بشكل مؤكد، يعني الجملة دي لو اتكتبت واتعملت بالطريقة دي تحس إن هي لايقة على الأسلوب اللي بتتعامل معاه في تعليقه الرياضي بصراحة. يعني أنا معنى الجملة أو معنى كلامها إن معدنك وكلامك بينبع عن أنت بتعايز تقول إيه وليس العكس. يعني أنت لما تتكلم عن نجم كبير زي إمام عاشور وقع على راسه وهو مش في التدريب، على فكرة ده مش تدريب ومران قوي وتقسيمة، دي كانت فقرة كده ترفيهية اللعيبة بتلعب مع بعضها، فطبيعي ممكن وانت بتلعب مع حد من زمايلك تقع على ايدك تقع على رجلك. انا فاكر في مره من المرات حسام حسن كان بيلعب ضربات جزاء واقف حارس مرمى وقع على ايده، ايده اتكسرت ايام الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه. هل معنى كده ممكن اي حد لما يجي يتكلم على لعيب بيتمرن على ضربات جزاء وبيهزر قبل التمرين يتريق على حسام؟ اكيد هيبقى امر غير مقبول. نفس الفكره، انت بتعلق على مباراه في الدوري السعودي ولعيب عمل شقلباز مرة واثنين وثلاثة، ولعيبة أفارقة بتعملها كتير، وعلى فكرة حركة عادية جدا ما فيهاش يعني حاجة أوفر أو حاجة فيها مفاجآت، يعني إيه الربط إنك تتكلم على لاعب في النادي الأهلي زي إمام عاشور وتقول بص ده وقع ازاي، بص ده بيعملها ازاي، وما تعملش حاجة أنت مش عارف تعملها أو تقع على راسك؟ أنا والله حتى ما بسمع له ولا بتفرج عليه، ولكن شفت ردود فعل الناس على السوشيال ميديا متضايقة وزهقانة من الاساليب اللي بتحصل في الفترات الاخيره من هذا المعلق تحديدا. يعني المفروض خلاص انت وصلت لمرحله التفاصيل دي تعملها عيال صغيره على السوشيال ميديا ومحدش بيركز عليها ولا بيبص عليها، لكن الناس بتتفرج على المباراه ومستمتعه باجواء المباراه، والناس هناك اساسا
يعني لو سألتها هتقول لك احنا مستائين من اللي بيحصل ده، وده نفس اللي حصل قبل كده مع احد اللاعبين السابقين، كان حاضر في استوديو تحليلي اتكلم على النادي الاهلي باسلوب سيء جدا وهو داخل على مشارف المشاركه في كاس عالم الانديه قبل مواجهه اتحاد جده، قال كلام لا يليق. تسمع راي نجوم الكره في السعوديه يقول لك ايه الكلام اللي اتقال ده يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ نفس الفكره برضو المعلق رايح يعمل ترند باسلوب للاسف زي ما بقولت لحضراتكم، يعني كل اناء ينضح بما فيه للاسف. ولكن امام عاشور الف مليون سلام عليك، احنا عارفين الحاجات دي على فكره ما بتركز، يعني ما بتفرقش مع اللعيبه وما بتهتمش بيها اللعيبه، هو واحد عايز يعمل لقطه، وللاسف اللقطه يعني خد بما فيه الكفايه وما علينا، يعني ده حصل. وللاسف السوشيال ميديا والناس كانت مستاءة وحزينه جدا من اللي اتقال في الساعات الاخيره. كان مهم جدا نوريكم صوره امام عاشور في التدريبات، وان شاء الله باذن الله هيكون ليه مشاركه مع النادي الاهلي في المباريات الفتره اللي جايه، لان بالتاكيد يعني الناحيه الطبيه ان شاء الله امام هيكون جاهز، ولكن لازم يكون في جزء تحفظي كده بتشتغل عليه عشان البروتوكول الطبي المتعلق باصابات الارتجاج في المخ. دي كانت الجزئيه لازم ابدا بيها. برنامج التريند بيهتم جدا بكل تفاصيل موجوده على السوشيال ميديا، وكان لازم يكون لنا رد على هذا الكلام الفارغ اللي اتقال في احدى المباريات اللي كان بيعلق عليها معلق في الدوري السعودي، وللاسف معلق مصري للاسف. طيب